صباح الخير عبد الإله وسارة، يسعد صباحكم وصباح مشاهدينا الكرام. مثل ما ذكرتم الأجواء هنا بالدمام خلال اليومين الماضيين أثرت على سوق السمك، ولكن الحمد لله هناك وفرة بالسوق من خلال جولتي اليوم، وذلك بسبب الرياح السطحية التي شهدتها المنطقة الشرقية بشكل عام. طبعا التأثير بسيط جدا، ارتفعت بعض الأسماك يعني نقول 10% فقط. طبعا السوق متوفر فيه العديد من أصناف الأسماك واللي تشهد إقبال مثل الكنعد، الهامور، الصافي. ويمكن السؤال الأبرز من خلال جولتي أنه لاحظت من خلال جولتي أن هناك تفاوت في أسعار الأسماك وهناك اختلاف. فالسؤال الأبرز أنه كيف تحدد آلية سعر الأسماك هنا في سوق الأسماك بالدمام؟ للحديث أكثر يسعدني أن أستضيف النوخذة عبد الله الرشداني. حياك الله يا عم معنا في برنامج اليوم. السؤال الأبرز يا عم، نعم، الأسعار كيف تحددونها؟ والله يا ولدي الأسعار صعب تحديدها لأن أنواع الأسماك مختلفة غير الأسماك اللي تجينا من الخليج، فصعب يعني. في الأسماك زي ما تقول درجات، في درجة أولى، درجة ثانية، درجة ثالثة، فهي تعتمد على الزبون نفسه، هو اللي يختار النوع اللي هو يبغاه، شنو النوعية اللي هو يبيها والنوعية اللي هي تدخل مزاجه. يعني في زبون يقول لك انا مستواي ما اقدر اشتري ب30 ريال، اشتري ب20، ففي موجود ما شاء الله السوق فيه 120 دكان، فالاسعار متفاوته من كل نوع، يعني تبغى مال البلد، تبغى مال برا، تبغى مال الخارج، نهايه في موجود، اي نوع تبي موجود. فزي ما قلت انت، زي ما تفضلت وقلت ان الاسماك عندنا تتفاوت باسباب الاجواء، لان اليوم اللي يكون فيه هواء شديد تكون شوي الاسعار مرتفعه لان ما في صيد، ما حد يخش بحر يجيب سمك، فصارت الأجواء كويسة، بالعكس السمك متوفر والأسعار هي ما تغيرت من 4-5 شهور، وهي من بعد ما عدت الأزمة الأشهر الأولى، الشهرين الأولى رجعت الأسعار على طبيعتها، الحمد لله رب العالمين. جميل يا عم. بالنسبة للأسماك أنا جالس أشوف في أنواع كثيرة في الأسماك، لعل السؤال وين الأسماك اللي دائما يكون عليها إقبال في الصيف وفي الشتاء؟ طبعا في الصيف في اقبال معين على انواع الاسماك، وفي في الشتاء انواع معين على الاسماك. طبعا عندنا من شهر 2 تقريبا، من شهر 2 لين شهر او من شهر 1 او من نهايه 12 تقريبا الى نهايه 2 يكون موجود عندنا الشعري والصافي متوفر مع الكنعد. طبعا الكنعد كل ما برد الجو كل ما احلو الكنعد وصارت مبيعاته كويسه واقبال عليه كويس. معليش بس أنا من خلال خبرتي البسيطة أنه الكنعد هو الأسهل في الطبخ بعد بعد الربيان، صحيح؟ مضبوط كلامك صحيح. الكنعد يصير عليه إقبال لأنه أول شيء أنه ما في عظمة، وثاني حاجة يكون سهل في الطبخ. فهذه يعني الأنواع أحيانا تكثر وأحيانا تقل أحيانا تكثر، لكن في أيام الشتاء طبعا الكنعد يصير من أفضل حاجة لأنه موسمي، فتكون لحمته بيضة فيصير عليه الإقبال أكثر، وسعره هو بس. طبعا زي ما قلت لك كل ما زادت الكميه كل ما نزل السعر، هذا الفرقيه بس. جدا جالس اشوف يا عم الربيان هنا متوفر بكثره، بس يبدو لي بانه اخر الموسم، نهايه الموسم. نعم الربيان يعتبر الحين نهايه الموسم، فالربيان عندنا مستويات في بدايه الموسم، في نص الموسم، في نهايه الموسم. الحين تقريبا الربيان باقي عليه في حدود تقريبا 7 ايام 8 ايام كذا، لان نهايه 1 يعتبر نهايه الموسم، يبتدي من 8 وينتهي في نهاية 1. سم تمام. وين الأجود؟ الأجود بإيش؟ بالربيان؟ في الربيان. الربيان لا طبعا الأفضل أن الواحد يتابع، لأن الأسعار تختلف، لأن اللي جيت في بداية الموسم أحيانا لما تجي كمية كبيرة تشوف الربيان ينزل سعره، تنتظر شهر شهرين أنتو حظك، أحيانا ينزل وحين يرتفع، فأنتو حظك يعني. لا إذا تبغى مثلا ربيان كمية كبيرة تخزنها في البيت يبي لك متابعة، تتابع السوق. سؤال أخير يا عم، النواخذة وش يحبون؟ أي نوع من الربيان من السمك؟ والله النواخذة كان زمان يعني زمان يحبون نوع اللي هو يسمونه الشعم والفسكرة اللي هي يسمونها بنت النواخذة، هذول النوعين طبعا مفضلين عند النواخذة الأول، لكن الحين سبحان الله اختلف المجال، فصاروا الناس أقبالهم على الشعري أكثر. يعني كانوا أول، حتى أتذكر عبد الرحمن رفيع لما يتذكر يقول الله عليك يا زمان يوم صار الشعري بثمان، يعني كان الشعري أول بنص ربية،
الحين بالعكس صارت الناس تقبل على الشعري اكثر ما تقبل على الشعم والسبيطي، فهذه الفرقيه بس. يعطيك الصحه والعافيه، شكرا لك يا عم، شكرا جزيلا لك. عبد الاله ساره، هذا هو حال سوق السمك، وهذا هو حديث العم عبد الله الرشداني، ناخذه عن حال سوق السمك وعن اليه سوق السمك. ويبقى السؤال، انتم يا ساره وانت يا عبد الاله وش تحبون؟ والله كل انواع الاسماك، بس الدنس تاخذ يعني تسرق قلبي على المائده. انا اللي بسالك انت وش تحب من الاسماك، انت المفروض تعطينا الخبره، احنا يمكن في الرياض خبرتنا في الاسماك ما هي مثل اهل الشرقيه وجده، ولا يا ساره؟ اكيد ابد. انا اقول لكم حياكم الله بالشرقيه وابشروا بالسعد، تنورونا وتشرفونا. ما تقصر. الله يكثر خيرك، شكرا جزيلا محمد دامي، يعطيك الف عافيه. يعطيك العافيه.